رجعنا من جديد في زون ميكس، مواصلين حوارنا مع سيد احمد قعلول وزير الشباب والرياضه السابق. نعاود نرحب بك من جديد سيد احمد. قلنا نحكي على مهامك في الوزاره، خاصه شغلت منصب مستشار شباب ورياضه، خاصه في وقت رئيس الحكومه وقت حمادي جبالي. كنت ظهر لي وقتها كالصوره الشهيره وراء اذابه الجليد بين وديع الجري اللي هو صديق شخصي لك انت ومحرز بوصيان. كيف كيف كنت وقتها وراء انت، ظهر لي العمليه اللي صارت وقتها، حاولت تصلح بيناتهم. حاولت نصلح بيناتهم برشا مرات، انا برشا مرات معناها فما صوره اخرى زاده بين السيد طارق ذياب. هذيك باش نجي هاني جايك هاني جايك احكي لي على هذه في الوسط وقتها سي علي العريض رئيس الحكومه وسي وديع الجري. نجيك لها عندي عندي يعني طبعا بذل جهد، بذل جهد اكثر من مره انه ترتبوا لقاءات نتاع معناها نخرجوا من العرك كما يقولوها، وشهاده للتاريخ انه دكتور وديع كان دائما يستجيب. المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، بعديك ما عادش يعني. محرز بوصيان ما كانش ديما يستجيب؟ لا، محرز في اكثر مره هو طلب مني، محرز صديق كذلك كان للاسف، يعني للاسف على الاسف يخسر الصداقات نتاع الناس، يعني ما عادش بالصداقه التي كنا عليها. عليش؟ بالعكس، يعني العلاقه مع محرز كانت اسبق من العلاقه مع وديع. محرز هو مشى في طريقه، على كل حال هو حر يمشي فيه، يعني فما برشا حاجات في طريقة إدارته للأمور نختلفوا فيها. الموضوع هذا سبب الخلافات؟ لا، هو جزء، ولا من الأسباب؟ هو جزء منها، جزء منها، جزء منها. المهم أنه الفكرة كانت أنه نحن نقص من العرك أكثر ما يمكن، ونحاولوا نركزوا على الخدمة، خاصة أنه العرك هذايا ما عندوش علاقة، ماهوش منتج، معناه مش باش يوصل. لما تحلها العركة هذية، نفترض واحد فيهم باش يربح، ماهوش باش يتقدم بالشأن الرياضي، وماهوش باش يتنحى، لأنه المعارك تقليدية بين كل ما هو فيفا وكوميتي أولمبيك، حتى في العالم يعني معروفة، فما تنافس ونزاع بين السي اي او والفيفا، كل واحد فيهم يدعي لنفسه معنى انه هو اللي مثل الرياضه وكل شيء، وكل واحد يعتبر كل هيكل يعتبر روحه هو هيكل مستقل وممثل الرياضه في العالم. على شنو تعاهدتوا في الاجتماع هذاك؟ كيفاش تم ترتيبه؟ احنا نعرف شويه كواليس من الاجتماع هذاك. هو الحقيقه كان بطلب من الاستاذ محرز بوصيان. هو طلب؟ اي هو طلب. ومعناها على اساس انه تعمل لقاء، وانه واتفقوا على مجموعة من البنود، أصلا وصلوا حتى كتبوها مع بعضهم يعني، ولكنه ما تمش الالتزام بها. من شكون الوقع الإخلال؟ أنا أقدر أنه الأستاذ محرز ما في أي نقطة بالضبط؟ ما نذكرش نقاط حقيقة طوال. أكيد المهمة تذكرها أهم يعني حاجة. يعني وقتها فما نقطة فيها خلافية جدية في موضوع مثلا دور الهيئة التحكيمية، المحكمة الرياضية. وأن تكون الكناس هي السلطة يعني الأساسية التي تدير شأن التحكيم الرياضي. معروف أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت أن تخرج، وأهم الخصومات الرياضية اللي هي نفسها حتى في الجانب المالي والموارد كانت تجي من أغلبها هي، لأنه أكثر مجال جامعة كرة القدم كانت جامعة كرة القدم. فلما تخرج القطاع هذايا من غادي، الكناس تفقد جزء كبير من سلطتها كمحكمة رياضية، لأنه أكبر مساحة تفقدها. مثلا هذا كان من نقاط الاختلاف. أنت رأيك في الموضوع هذا شنو؟ هل أنا أنت رأي... مع الجامعة أن خرجت على طول الكناس كما نقولوا باللهجة العامية؟ أنا مانيش مع، في كل حالات في قانون الهياكل اللي اقترحته أنه يترك الأمر لكل جامعة أنها تعمل هيئة تحكيمية خاصة بها تصوت عليها جلساتها العامة، خاصة وأن العديد من الهياكل الدولية أصبحت هي نفسها تفرض الهياكل التحكيمية متاعها. إذا كانت عملها الجامعة تولي تمس شوية الاستقلالية متاعها. وأنت عندك علاقة بالهيكل الدولي اللي أنت فيه، مثلا نفترض في تايكواندو، مثلا تايكواندو الآن كهيكل دولي عنده هيكل تحكيمي يعتبر روحه هو صاحب السلطة الأعلى. فأنت أنت معناها يلزم الكناس مثلا اللي هي، او نفترض نسميه حتى اسم اخر باش ما نقصدوش هيكل بعين، ويلزم يكون عنده علاقه، ويلزم الهيكل الدولي ذاك يعترف به. فانا الفكره اللي في ذهني يجب تفكيك كل سلطه بين قوسين مركزيه، وخلي الناس تحمل مسؤوليتها، خلي الناس تحمل مسؤوليتها، في الاخر اللي ينتخبوا ناس يتحملوا مسؤوليتهم. اذا كان غلط اللي يحكم حملوا مسؤوليته، ما تنتخبوش الى غير ذلك. كيف كيف طارق ذياب وديع الجري، كيف صارت العمليه وقتها؟ نحن وقتها كان فما لقاء للمنتخب الوطني،
وديما الناس لما يكونوا في مجال واحد تكون فما كنت كامرون ولا غلط نسيت تصفية المونديال وقتها. وقتها كنا نحنا مشينا من بعد صلاة المغرب أو وقت صلاة العشاء وجينا وفرصة وقتها خاطر وقتها وقع خلاف لو تذكر أنه على المدرب وقتها كان فما على المدرب خالد بن يحيى أو نبيل معلول كنت عاقب تونس بسبب تدخل سلطة الإشراف في الشأن وبث وأرسل وقت الفيفا راسلت تونس راسلت الدولة التونسية من خلال الجامعة وكتبوا فقرة أنهم سيبادرون لتجميد البطولة التونسية إلى غيره ولو أنه حتى وديع الجري وقتها بعث رسالة للشيخ باش الغنوشي وقتها هذا كيف تدخل سياسي في الرياضي زاد هذا هو اجتهاد ولكن ما كنتش وراها مثلا انت لا 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 بالحق لا حقيقة وقتها ما عنديش علاقة بوديع في على الأقل في الرسالة وقت هذيك ما عنديش بعديك تعرفت عليه وديع ونتشرف حقيقة بعلاقتي به وقتها كان ثم إشكال ونحن سعينا في نفس السياسة أنه خلينا يعني وكانت صورة هذيك وهي صورة مزيانة شنو تحكيها وقتها؟ ما حكيمش برشا الحقيقة ما تحب حبيت تعطيني شيء اليوم سيدي لا ما حكيمش برشا نحكي لك في الواقع يعني تحب نحكي لك الواقع ولا لا ما حكيمش برشا الناس سلمت على بعضها فما نوع من فما بروتوكول ومجاملات ولكن ما كانش ثم في العمق حاجة اللي تفصل الخلافات يعني ما لهذا للأسف يعني كيفاش تحكم على الفترة اللي قضيتها على رأس الوزارة؟ 4 شهور ونص الحقيقة قضيناها في وقت جات الكوفيد زادا ما تنساش اكيد الكوفيد نحن اذا كان نبني مع الفتره نتاع كاتب دوله وقتها نحن ضعفنا في الميزانيه المخصصه للالعاب الاولمبيه وقتها نحن كنا نحضروا للالعاب الاولمبيه الاخرانيه منذ 2000 كنت كاتب دوله كنا نحن 2018 يعني وقتها جمعنا كل المديرين الفنيين للجامعات وحضرنا برنامج وحطينا ان بلافون وان مينيمو مع الإدارة متاع العامة الرياضة قلنا نحن 8 ميداليات يمكن نوصلوا تقريبا 28 ميدالية والميزانية التي خصصت وقتها 2016 كانت 2 مليارات و200 مليون فنحن رديناها 16 مليار معناها 8 مليارات في 2018 و 8 مليارات في 2019 وافق عليها وقتها السيد رئيس الحكومة ومعناها انطلقنا على اساس في البرنامج هذاك وافقت عليها كذلك وزاره الماليه وادرجت في الميزانيه بعديك انا غادرت الوزاره ولما رجعت على اساس في اطار نفس البرنامج ما كفاناش الوقت معناها استعدنا العلاقه بالجامعات ولكن نحن حقيقه غرقنا في ملف الكوفيد نحن في كل حالات كانت الوزاره اللي عملت اول مستشفى ميداني تاع كوفيد في تونس